السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الدرس راح نتطرق إلى كيفية تحميل وتثبيت الـ SQL Local DB على لابتوب آخر، على كلاينت آخر. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا أنه هو من متطلبات البرنامج مالتنا، لازم أنه يتوفر عندك الـ SQL Local DB، وتستطيع تحميل الـ SQL Local DB يعني نسخة 2016 من الموقع الرسمي الخاص في الشركة. ثم بعد ذلك راح تنتج لك طبعا فيها كثير من الاختيارات، من ضمنها انه تحمل لوكال دي بي وليس عملية تثبيت الـ SQL سيرفر. تحمل، فراح ينتج لك ايش؟ راح ينتج لك ملف، يعني بعد ما تتم عملية التحميل راح ينتج لك ملف تقريبا الحجم مالته. هذا اسم الملف SQL، مثل ما تلاحظه SQL لوكال دي بي MSI. طبعا الآن هذا الملف التنصيب الخاص بالبرنامج، وهذا عندي اللي هو SQL Local DB نسخة 2016. الآن خليني آخذها بهذا الشكل ثم أنتقل إلى الكمبيوتر الثاني الكلاينت. خليني أضعها في بداية تنصيبك. لازم إنه تنصب إيش؟ لازم تنصب SQL Local DB. فخليني أفتح SQL Local DB وأبدأ بعملية التنصيب. طبعا الآن هو راح يتم عملية التنصيب وراح ينشئ لك سيرفر محلي يعمل انستانس من اللوكال دي بي، اللي هو يكون بشكل افتراضي ام اس سيكوال لوكال دي بي مثل ما احنا عملناه داخل البرنامج داخل الفيجوال استوديو. انتظر حتى تنتهي عملية التنصيب. الآن بعد إتمام عملية تثبيت سيكوال لوكال دي بي، الآن أعمل فينش عليها وأبدأ بعملية تثبيت البرنامج مالتي. خليني افتح ملف التنصيب، بعد ذلك ابدأ بعملية تنصيب البرنامج بشكل اعتيادي. انتظر، هنا نعمل next next and install. الآن تمت عملية التثبيت بنجاح. نذهب على الستارت، هذه أيقونة البرنامج، نفتحها. الآن راح يعني ياخذ وقت لحين ما يتصل ينشأ قاعدة البيانات، يعمل انستانس من عندها على السيرفر المحلي، وبعد ذلك يبدي يتصل بصورة مباشرة بقاعدة البيانات اللي هي متوفرة داخل مسار البرنامج. تمام، الآن ننتظر. تمام، الآن اشتغل عندنا البرنامج، ما في عندنا أي مشكلة. الآن خلينا نكتب هنا admin، هنا admin وتسجيل دخول. إذا هنا جانا جميع المعلومات. لاحظ الآن طبعا هذه الشاشة هي أكبر من شاشة الكمبيوتر الخاص فيها، شاشة الكمبيوتر اللابتوب الخاص فيها شاشتها صغيرة. خلينا نلاحظ في عملية التصميم المتجاوب، راح تلاحظ انه تغير في النصوص وكذا الى هذه الامور. طبعا هذا يتبع بالاساس الخطوط المستخدمة طبعا ضمن الكمبيوتر.